البيت الكبير لسه مستمرة مع حضراتكم. معنا دلوقتي اتنين من نجوم النادي الأهلي الكبار اللي كانت ليهم بصمتهم الواضحة أكيد مع الأهلي على مدار سنوات طويلة. النهاردة بنتكلم مع النجوم الكبار عن مباراة الأهلي بكرة إن شاء الله مع سنيديب بطل النيجر والتحليل الفني الخاص لهذه المباراة من كل الوجوه. كمان هنمر أكيد مع ضيوفنا النهاردة على كل اللي بيهم النادي الأهلي في الفترة اللي جاية. عارفين أن مشوار 2021 صعب أكيد بالنسبة للنادي الأهلي. النهاردة معنا ومعاكم في البيت الكبير الكابتن الكبير فتحي نصير، الخبير الفني طبعا وفي كرة القدم والمدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري. أهلا بك كابتن فتحي، شرفنا. وبرحب كمان بالكابتن الكبير ماهر همنام نجم النادي الأهلي طبعا وأحد أعظم المدافعين في تاريخ الكرة المصرية اللي بنستمتع بآرائهم التحليلية وبرؤيتهم الفنية رائعة. أكيد الأول عايز أقول لك سلامات. الله يسلمك. سلام. ألف سلامة. ربنا يبارك لك يا رب. الحمد لله. من ثلاث أيام الحمد لله. يعني خلاص. المسحة الأخيرة. سلبية. سلبية المسحة. سلبية. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا هاني. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كل سنة طيبين. الحمد لله رب العالمين. كابتن فتحي بنرحب بيك دايما، منورنا في البيت الكبير. وكابتن ماهر الله يخليك يا كابتن ماهر. عايزك في النهاية، أنا آسفة، عايزك بس في النهاية تقول لنا كده نصايح، يعني بما إنك يعني جربت الموضوع ده نقوله للناس في آخر الفقرة لأنه موضوع مهم جدا. طبعا بس طبعًا. فيعني طبعًا. ده شيء مهم إن شاء الله. روشتة بسيطة يعني إن شاء الله. قاعدين وجنبي. ما خلاص بقى المسجد طلعت سلبية كابتن فتحي. إن شاء الله مفيش حاجة. كابتن بكرة إن شاء الله يعني بنتكلم دايما على مباريات النادي الأهلي والبطولة الأفريقية. البطولة الأفريقية اللي هي الأغلى في طبعا لجماهير النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي. بكرة إن شاء الله مباراة العودة، مباراة النادي الأهلي مع سوميديب بعد الفوز 1-0 هناك. شايفين المباراة دي إزاي؟ و كمان اهدافها ايه؟ اهداف المباراه يعني مباراه بكره ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل سنه طيبين حضرتك بقى على الجنبه والقناه. وكابتن ماهر كمان الله يخليك يا فتحي، انت طيب يا كابتن. المباراه طبعا مباراه بدايه الطريق، رحله 1000 ميل بتبدا بخطوه، ودي الخطوه الاولى. يعني احنا خدنا خطوه في المباراه اللي هي كانت في الذهاب والاياب، دلوقتي احنا عندنا الخطوه الثانيه. لكن عاوزين نقيم الفرق. نايجر ترتيبها العلامه كابتن هاني كنايجر 193 على العالم، رينك العالمي يعني بعيده قوي، 139. وبعدين النايجر يعني مثلا دخلت الاتحاد الدولي سنه 64 ودخلت الاتحاد الافريقي 63، يعني برضه لسه حديث. النايجر عشان احنا بنقول المعلومات دي للناس تبقى عارفه ايه النايجر فين والفرقه دي اللي فين. نعم. النايجر تعدادها 24 مليون. النايجر ما راحتش افريقيا بطوله افريقيا غير 2012 2013، يعني مرتين بس في خلال من 57 لغايه 2019. يعني المره دي بس كده. الفرقه اللي هنلعبها لو نشوف تاريخها، ما اعرفش ان ذكرتوها ولا ايه في الدوري هناك. دلوقتي هم لعبوا تقريبا 9 مباريات، 9 مباريات خسروا 5 تعادلوا 3 وكسبوا 1. ده شكل الفرقه. طب تقول لي يعني هتبقى فرقه ضعيفه؟ لا، هم اللي هي بطل الدوري ازاي ودخلت البطوله؟ المستويات هناك طالعه نازله لان الاحتراف بياخد كل اللعيبه، ممكن يبيعوا كل فرقتهم، ممكن يبيعوا. فده مش بقياس، ده عشان بس الناس تعرف ايه هي النايجر والفرقه اللي احنا هنلعبها ايه. وحتى الظروف الاقتصاديه كابتن فتحي كمان يعني طبعا يعني من الاقتصاديه اقل الدول الافريقيه الحقيقه من الناحيه الاقتصاديه. غير كده برضو ما ننساش ان كورونا مأثره عليهم أكيد. يعني زي ما اثرت علينا زي ما اثرت على العالم كله، مأثرة على النادي. الفرقة دي خسرت 1-0، يبقى أنا هلعب مع فرقة خسرانة 1-0 أو أنا كسبان 1-0 الشوط الأول، مش معنى كده أنا كسبت المباراة، لأن الجول بيجي في ثانية والهدف بيسجل في ثانية. وممكن ما تعرفيش يعني في ساعات الكرة ما بتمشيش معاكي، الكرة ما بتمشيش معاك، ما تقدرش تظبطها. فعايزة كل التركيز لفرقتنا الفرقة دي، وما اضمنش المباراه الا بعد ما اخشها، لانه انا بسمع كان ناس كتير بيتكلموا
لا 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 ما هو الاهلي داخل وهيخش على المجموعات. لا ما فيش حاجه اسمها مجموعات. طالما في 90 دقيقه وطالما في 11 لاعب هلعبهم وطالما في حكم بيني وبينهم وطالما في عندنا 11 لاعب برضو ما اعرفش ظروفهم ايه. التوفيق مهم جدا جدا في ان هم يقدروا نعدي المباراة. اذا الماتش المفروض صعب طبعا. انا من وجهة نظري اي مباراة صعبة. وكابتن ماهر النهاردة الاهلي قدر يعدي من ماتش صعب هناك في الذهاب مش بسبب قوة المنافس مع احترامنا الكامل وتقديرنا له، بس بسبب يعني ظروف اخرى كانت محاطة بالماتش اللي فات اللي في النيجر ده في نيامي. الاجواء اول مره اللعيبه تلعب العصر من فتره طويله، النجيله اللي مش نجيل الملعب يعني كنت اول مره اشوف نجيله كده وتصوير كده. فقول لي يا كابتن ماهر، عايز اقول لك ان دي كانت حجج زمان عندنا احنا في اجيالنا احنا. شكل الاداء ممكن يعني يكون اسهل في الاهلي والسلام. دلوقتي الامور يعني اتغيرت بشكل كبير. يعني زمان احنا كنا عندنا الحجج لما بنخسر في افريقيا كنا بنقول الرطوبه العاليه والساعه 3 والملعب وحش. أيوة. والناس هجمتنا ومفيش اكل ومفيش شرب والطيران بهدلنا. قعدنا اسبوع في الجو عمال ما نوصل للبلد اللي احنا رايحينها. فكان في عذاب فعلا يعني، وكانت دي الحجه او الشماعه اللي احنا كنا بنعلق عليها لما بيحصل اخفاق او يحصل مباراه بهذا الشكل تعادل او خساره، فكنا بنقول هذا الكلام. لكن أيوة. دلوقتي الحمد لله الامور اتغيرت بشكل كبير جدا يعني طبعا انا بحيي النادي الاهلي في هذه المباراه مع الاجواء اللي انت حضرتك ذكرتيها. كل الكلام ده بقاش له اي تواجد مع فريق النادي الاهلي اللي هو البطل. بطل القرن، بطل السبع بطولات، انجازات محليه، دوري تسعة. عام اسف تسعه. شكله كورونا اثرت في لا لا اوعى تقول كده، احنا بنسخن بس. فالتسعه طبعا ده رقم يعني عالمي بالنسبه للنادي الاهلي. وبعدين الاحترافيه اللي موجوده عليها مجلس الاداره ولجنه الكوره واللاعبين وجمهور النادي الاهلي الجميل اللي بيشاركنا في هذه البطولات، اللعيبه راحت اهان يا سهام وهي في تحدي، عارفين ان خلاص نادي القرن ونادي البطل في كل مكان لازم بيثبت وجوده. فبحيي اللعيبه في كل الظروف والاجواء اللي كانت موجوده، وخصوصا ارضيه الملعب اللي هي بقى بتاثر عليك 90 دقيقه، اللي بتاثر على شغل الراجل المدرب اللي بقاله اسبوع عمال يحفظ ويعلم ويتكتك ويختار اللعيبه اللي هتشارك في هذه المباراه وازاي هنلعب بطريقه ايه ومين هيهاجم ومين هيدافع. فده شغل كمان لموسيماني مجهد بشكل كبير. لكن اللي بيساعد على هذا الانجاز اللاعبين بقى، اللاعبين اللي هم اللي احنا بنفتخر بيهم، لاعبتنا اللي هم عندهم شخصية البطل، عندهم شخصية الفانيلة الحمراء، شخصية التحدي اللي موجودين عليه، قدروا ان هم يكسبوا بطل النيجر في ملعبه 1-0. وعايز اقول ان كان الشوط الثاني كمان شوط مميز من ذلك، ممكن نزود النتيجة. وهي دي سمة البطل، ان انا العب مع فرقه متوسطه المستوى لازم اكسبها او اعمل نتيجه ايجابيه، العب مع فرقه ضعيفه بردك ماليش دعوه. أيوة. العب مع فرقه كويسه ازداد قوه وازداد تحدي. فعايز اقول ان الجوله الاولى نجحنا فيها بشكل كبير جدا. بحيي طبعا اللاعبين والجهاز الفني والاداري زمالك كابتن فتحي، ان احنا عندنا 90 دقيقه ثانيه في مصر هتختلف اختلاف كلي عن المباراه الاولى. ودايما يا كابتن ماهر، وده يعني تعودنا عليه في الفرق الافريقيه، انها بتادي افضل بره ارضها. يعني لما لعيبه زي ديت ظهرت بمستوى سيء شويه على المستوى الفني هناك في النيجر، اعتقد ارضيه الملعب والاجواء وبيلعب قدام النادي الاهلي خلاص مش خسران حاجه، فتتوقع ان المستوى الفني هيبقى اعلى، ما عليهوش ضغوط، الاجواء افضل، الارض افضل، هو بالتالي بيلعب قدام النادي الاهلي، فاكيد لازم تتوقع منه اداء فني افضل. على المستوى الاخر فريق النادي الاهلي داخل على المباراه اكيد طبعا مركز وعايز يعمل نتيجه، وانا دايما بقول انك دايما المباريات زي ديت ممكن تبعت بيها رسائل معينه، انك لو تكسب بسكور وبتادي اداء كويس جدا انت بتبعت رساله لا النادي الاهلي قوي. لما تكسب ان شاء الله نكسب مثلا 4-0 والنتيجة تتذاع بره، ده بتأثر بالإيجاب على معظم الفرق اللي داخلة وبتأهلك كمان نفسيا أفضل لدور المجموعات. هو كابتن هاني
يعني زي ما تفضلت بتقول يعني ان تدي رساله. المدرب برضو بيلعب هذه المباراه وهو في صراع، صراع انه عاوز يكمل افريقيا، وصراع ان هو عنده الدوري بعدها ثلاث ايام، وصراع ما بعد كده في ايه. اذا هو عنده بطولتين وعنده المباراه اللي بعد كده، مباراه برضو لا تمثل انها مباراه سهله او مباراه في الدوري او كده، مباراه سيراميكا. وبالتالي عنده عنده لعيبه عايز يعمل لهم التدوير المناسب صحيح. لبعض اللعيبه ان هو يريحهم، وبعد عنده برضو مشاكل في التشكيل، ان لعيبه لسه جايه من كورونا، لعيبه جايه من اصابات، لعيبه جداد موجودين. ففي نوعيات كتير من اللعيبه، لا اما جديد، لا اما ان هو كان في اصابه، لا اما كان في كورونا، لا اما يعني في تشكيله كده. الحاجات دي ما بتديش استقرار والهارموني بين الفرقه، ان مثلا ال 11 هيكملوا 11، هيطلع اثنين ويخش كده. فهو مجبر انه يغير، ومش بيغير لعيبه وحشه. فاللعيبه بتبان كافراد حلوه، يعني انت لما تقول التشكيل كافراد حلوين كلهم على حده كلاعب. أيوة. اما المشكله بقى في الربط بينهم، هو ما بيلاقيش الفرصه ان فرقه تلعب ماتشين ورا بعض بنفس التشكيل، مش بمزاجه. يعني عمليه الروتيشن دي يا كابتن مهمه، لكن انا بتكلم ان يعني طول ما انت عندك قماشه كبيره، وكل ما كنت عندك لعيبه مميزه في كل المراكز بالظبط، اكيد وحضرتك مدير فني يمكن اشتغلتها، وكابتن ماهر همام بتحس الموضوع يعني الصعب اللي انت بتتمناه، انك مش عارف تدخل مين خرج مين. لكن على المستوى زي ما حضرتك قلت يا كابتن فتحي، هو اعتقد بيفكر في الماتشين، ان انت عندك مباراه سناديب بعديها بثلاث ايام مباراه سيراميكا. فالروتيشن ده من خلال رؤيته للماتشين، يعني هو عايز يشكل فرقتين في خلال اربع ايام. صحيح. يبدا بمين مثلا؟ دي فرقه كانها شوط اول ال 90 دقيقه، والشوط الثاني هيعمل بمين؟ فهي دي اللي هي هتخليه المعادله معادله صعبه، ولكن هو قادر على، بس هو مضطر. لاول مره برضو بنلاقي ان المدرب بيتحط في هذه الظروف اللي هو اتحط فيها، ان انا عندي مباراه ثانيه، وعندي مشاكل، مش مشاكل اللاعبين، عندي اصابات اللاعبين، والبلاء اللي هو يعني الدنيا ربنا ان شاء الله يخلصنا منه يا رب. الكورونا ده يعني انت شوف كم لاعب دلوقتي هم موجودين غير اللي مش هنا. طب اللعيبه عايزه، فعشان كده الناس بتقول انا يمكن بحاول افكر للماتش الاخير في الدوري، الفرقه مش مربوطه قوي، لانهم اول مره بهذا التشكيل يلعبوا بيه. فاول مره ليه؟ لان هو المدرب مضطر. صحيح. هو ما لعبش بالتشكيل اللي هو ممكن يلعب بيه اساسي اخر مباراه مثلا. صحيح. اللي هي بتاعه الاتحاد ما لعبش بيها، وغير واحد ولا اثنين، ده هو اضطر غير شكل الفرقه. فانت بتشوفوا عليهم انهم افراد كويسين كلاعب، كل لاعب لوحده في حتته، بس اداء اللاعب بقى في الدور ده ومواهامه الخططيه ومدى تنفيذه ومدى توفيقه في هذه المباراة ومدى توفيق الحكم، هو ده اللي بيختلف من مباراة لمباراة. ده اللي ممكن يخلي موسيماني يا كابتن ماهر يغير طريقة اللعب، وفقا لأننا عندنا النهاردة يوم الجمعة إن شاء الله مباراة مهمة في الدوري مع السيراميكا، ممكن موسيماني يعملها دي؟ شوف هقول لك حاجة سام، هو طبعا الكابتن فتحي اتكلم في نقطتين مهمين قوي، ثبات التشكيل والتدوير. نعم. عشان يطلع لك الاداء اللي احنا بنسعى ليه كلنا يعني، وحلاوه الاداء للنادي الاهلي اللي احنا مميزين بيه. أيوه. ده بياخد وقت يعني، مع الظروف اللي احنا قلنا والاسباب اللي احنا قلناها، موضوع الاصابات، موضوع الفيروس، موضوع الاعاره، لسه لعبتنا جايه اربع لعيبه اللي هم اولادنا اللي جايين من الاعاره، بعض الوفود الجديده اللي هتخش او دخلت في الفتره اللي فاتت. فبتبقى يعني فكر المدير الفني رايح لكل الاستراتيجيات ديت عشان يقدر في الاول والاخر يقدر يلاقي حاجه مناسبه، تشكيله مناسبه يبدا بيها. عايز اقول لك ان مع صعوبه الكلام ده، لكن في حلاوه في الشغل يعني، انا يعني واخد بالك يعني، يعني انت مستمتع انك انت بتشتغل مع النادي الاهلي، مستمتع انك انت موجود في الدوري العام، مستمتع انك انت موجود في افريقيا. وهو ده حلاوه الاحتراف، انك انت كل ثلاث ايام منقوله نقله لدوري العام، بتقفل الملف دوت، وبعدين ثلاث ايام بتروح لافريقيا. أيوه. بتقفل الملف ده، فهو ده حلاوه الاحتراف.
وحلاوه الكوره اللي احنا بنحبها واللي احنا بنعشقها. ما ده يخلق الانسجام، بالظبط كده، يخلق الانسجام السريع يا كابتن ماهر. وهو الانسجام جاي يا سهام، يعني جاي خلال احنا بقى لنا 3-4 أسابيع في الدوري، يمكن ده الماتش ده يمكن الخامس بالنسبه لنا، فالانسجام جاي. يعني يمكن هاني والكابتن فتحي طبعا ياكد معايا ان في علم التدريب بيقول ان تبدا تبان ملامح الفرقه بعد 7 أسابيع من بدايه الدوري، في فتره اعداد مثلا اتعملت قبلها باسبوعين او 3 أسابيع. فعايز اقول ان احنا النادي الاهلي جاي الكوره الحلوه اللي جمهورنا بيحبها، التجانس بتاع اللعيبه في ثبات التشكيل، يعني لما التشكيل نبدا ربنا يشفي طبعا المصابين ويرجعوا، الثبات ده هو اللي بيديكي بقى الارتياحيه، بيديك الشكل، بيديك الاداء، بيديك لك الاهداف اللي انت بتسعى اليها، النتيجه الايجابيه اللي النادي الاهلي يعني طول عمره بيحب يروح لها وعايش عليها. فعايز اقول ان المنظومه ككل، مجلس الاداره ولجنه الكوره والجهاز الفني واللاعبين مستمتعين بالاداء اللي بيعملوه، لان فعلا اداء جيد واداء ايجابي، وثماره الحمد لله انه بدا من بدايه الموسم. يعني في الجانب الافريقي احنا الحمد لله يعني ان شاء الله بالمباراه دي نتنقل لدور ال 16. في الدوري العام ان شاء الله احنا اول ما بنمسك الجدول في المركز الاول ان شاء الله باذن الله بنبدا نحقق في ال6 أسابيع اللي جايين دول علامة كاملة، يعني هنبعد عن الناس كلها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. عايز اخد من كلام حضرتك الجزء الفني والتدريبي، يمكن كان غياب موسيماني عن المباراة الأولى هناك في سنديب طبعا لظروف كورونا، تواجده هنا في القاهرة أكيد هيضيف شوية، رغم إن احنا ما حسيناش بالفرق قوي نتيجة التجانس الجهاز المعاون مع بعض. لكن النقطة الأخرى اللي يمكن سهام سألت حضرتك فيها، تغيير شكل اللعب ده كمان بقى في النادي الاهلي شيء متاح. يعني شفنا المباريات اللي فاتت ان لعبنا مثلا بثلاثة في نص الملعب، اكرم توفيق و علي ديانج مع حمدي فتحي، يبقى لعبنا 4-3-3، لعبنا في تغييره معينه حتى قال نلعب 4-1-4-1. فالمرونه التكتيكيه دي يا كابتن فتحي مع وجود عدد كافي من اللاعبين المميزين، ده بيدي كمان اوبشن للمدير الفني انه يختار الطريقه المناسبه اللي يلعب بيها في ظروف مختلفه من المباريات. يعني دي بترجع يا كابتن هاني، انت كنت مدرب وعارف، ما تقدرش تبقى عندك هذه المرونه ولا هذا الفكر الا اذا كان عندك لاعبين، اللعيبه مهريين. يعني مهارات اللعيبه عاليه جدا، يعني مهارات لعيبه النادي الاهلي، اي مجموعه لعيبه اي 11 هتلاقي مهاراتهم مرتفعه، مش مثلا نص نص ولا حتى المدافع، حتى صحيح متوسط دفاع وسط ملعب مهاجم، ما تقدرش تقول ده مهاجم وده مدافع، كلهم المهارات بتاعتهم العاليه دي بتخلي المدرب بتدي له حق ان هو يقدر يغير في طريقه في اسلوب اللعب، في خطه اللعب، او نقول الطريقه. ما هو الطريقه يعني افراد موجودين في الملعب قبل ما الكره تتحرك، وانس الكره اتحركت هيبقى في خطه تقلب لخطه، يعني الطريقه 3 في النص، لكن الكره بقت معانا دلوقتي وبدات تتحرك، هتلاقي الثلاثه مش واقفين فلات، مش جنب بعض، هتلاقي واحد بس نفس المهام يا كابتن فتحي، المهام بقى بتتغير. ما هي المهام دي هي الخطه، المهام دي هتتغير من طريقه لطريقه، اللي هي تبقى الخطه بتتغير، الواجبات بتتغير، الواجبات على حسب، طالما الواجبات اتغيرت لان بناء على الخطه اللي بلعب بيها. لكن الطريقه ان هي افراد محطوطين في الملعب، كل ده بيساعد لعيبه النادي الاهلي. طول ما في مهاره عاليه في الاستقبال والتمرير والمراوغه والتسديد والجري بدون كوره والجري في المساحات والتحرك والمساعده، كل الحاجات دي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. طيب، فبالتالي يقدر يعمل اي طريقه. بمناسبه الواجبات يا كابتن ماهر، النهارده شايف النهارده الواجبات الهجوميه لديانج في المباريات اللي لعب جنبه فيها اكرم توفيق وحمدي فتحي، شايف الواجبات الهجوميه دي ازاي؟ الواجبات الهجوميه لمعظم اللاعبين، ويمكن يانج زي ما انت قلت يا سهام، بتزيد بصراحه من مباراه لمباراه، لان قيمه وخامه لعيبه النادي الاهلي ينفذوا اي طريقه لاي مدرب. نعم. يعني موسيماني لو عايز يلعب بطريقه 4-4-2 هينفذوها، 4-3-3 هينفذوها، 4-1-4-1. احنا ولادنا لعبتنا عندهم من الملكه ومن الثقافه القرويه ان هم ينفذوا اي طريقه لمستر موسيماني. وكمان في مرونه تكتيكيه، يمكن هاني وكابتن فتحي ياكدوا معايا، ساعات بيبقى في مرونه تكتيكيه للاعب، يعني النهارده مثلا في واجبات
بتطلب من يانج مثلا ان هو في حاله الدفاع هيغطي على الجبهه اليمين، لو زادت هيرجع لورا عشان يساند الاثنين المدافعين، هيبدا يميل الناحيه الثانيه على اساس ممكن يبقى في تغطيه. لما بيبدا يطلب منه بقى الواجبات الهجوميه يقدر يصوب من خارج ال 18، يقدر يعمل التمرير البيني، يقدر يعمل الكور الطويله. لكن ساعات بيبقى فيه مرونه تكتيكيه للاعب نفسه. كابتن فهد قرار اللاعب نفسه بيتكلم بيتكلم على مهاره لعيبه النادي الاهلي. فالنهارده المهاره بتاعت لعيبه النادي الاهلي ساعات في اوقات داخل الملعب بتجبرك انك انت تحط البصمه دي، حاجه ما قالهاش المدرب. يعني النهارده المدرب مثلا قال في الخطوط العريضه واحنا بنهاجم عايزين نصوب على المرمى، عايزين نعمل كورسات عرضيه من الجناب، عايزين نعمل خلق مساحه، عايزين نعمل 1 2. لكن في وقت اللاعب حس ان واحد ضد واحد مهاره من ضمن المهارات. فعندنا من اللعيبه المميزه اللي يقدروا يعملوا المهاره دي، ممكن ما اتقالتش في الخطوط العريضه بالنسبه للتكتيك او ده قرار اللاعب نفسه. ده شيء مهم كمان في شخصيه لاعيبه النادي الاهلي، انه اكيد مش كل القرارات اللي بتتاخد من الملعب المدرب بيقولها، لكن في مواقف معينه هو اللي هو صاحب القرار فيها، وتحديد القرار ده اذا كان قرار صح ولا غلط ده بيرجع للاعيب نفسه. بالظبط بالظبط. يعني دي من يعني النواحي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن فتحي، يمكن عاشرنا في جيلنا احنا بالذات لما جه مستر الدكوتي. مستر الدكوتي كان من افضل اربع لعيبه في العالم ومن احسن الكوتشات اللي جت. فالراجل دكوتي واحنا بنلعب في المباراه، كابتن خطيب بيلعب راس حربه، فراح نازل بالمدافع، فطاهر الشيخ راح طالع في المكان الفاضي ده، فمحسن صالح راح لعب له كوره، فطاهر راح جايبه جول. الله، شوف الذكاء. اللعيبه تلقائيه، ما اتقالتش في المحاضره او ما اتقالتلناش من خلال الواجبات الهجوميه من خلال ال 90 دقيقه. فالنهارده مستر الدكوتي راح واخد الجمله دي وراح مقيدها عنده في الملاحظه بتاعته او في الاجنده بتاعته، عشان وتاني يوم بالظبط كده. برافو عليك. تاني يوم راح عامل الجمله دي تمرينه، بدا نشتغل عليها تمرينه مره اثنين ثلاثه لحد ما ايه حفظناها. ترجع كابتن المخزون، المخزون المهاري الخططي. يعني ايه المخزون المهاري الخططي؟ ده لدى اللاعب، عند اللاعب نفسه. أيوة. بقى اللي هي عشان اطبق ده المخزون المهاري الخططي، ان انا اولا عندي مهارات، ثم عندي خبرات متراكمه من الخطط ومن طرق اللعب انا كلاعب لوحدي. يعني الموقف اللعيبه عملوه بعد كده المدرب خده منه. هي كره القدم كده، فالمخزون ده جوايا، فانا بيرجع ويبتكر من الطاقه المكنونه جوايا ان انا اطلعها. صحيح. اطلعها في مواقف المدرب ما قاليش عليها، او موقف إن داخل الملعب بيها. صح. ما بتتقالش مواقف صعبه بتحصل جوه الملعب من غير مدرب ما يقول عليها. يعني لو نشوفها احنا نلاقيها الموقف ده. المواقف دي كلها بترجع للاعب، وعشان كده بنميز نقول لك ايه، اللاعب ده احسن من اللاعب ده. ليه؟ لان اللاعب بيطلع حاجات الناس مش متوقعاها. ايوه. فزي ما عمل قال لك الخطيب نزل بالظبط، طاهر الشيخ راح طالع وبعدين راح جاي. اذا كل ده فكر لاعبين وليس فكر مدربين. أيوة. وتفكير لاعب ان هو ينزل. التراكمات عايز هنا كمان بيبقى ليها دور. ايوه. عايز اقول لك كمان هاني يا اسام، احنا في 84 بنلعب منتخب الجزائر في الجزائر، منتخب مصر كابتن عبد الصالح وحش الله يرحمه، وكابتن فتحي شعبان الله يرحمه. ايوه. وكابتن فتحي كان موجود معانا. ايوه. كابتن موجود. خد بالك. ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه طبعا يا رب ويخليه لنا. فاحنا كنا بنلعب زون، اتقال لنا يا جماعه هنلعب نص ملعب زون لحد ما هنشوف الجيم رايح فين وهيجي منين. فاحنا بعد 10 دقائق حسينا ان احنا ايه؟ يعني الجزائر مش زي ما انتم متوقعين. فالكابتن خطيب راح راجع لي انا وابراهيم يوسف، قال لي ماهر زقه شويه. هنلعب ايه؟ هنلعب قدام الدايره، هنلعب قدام نص ملعب ب 10 ردات، هنزود يعني. فروحنا مزقين. يعني عايز اقول لك، وبعدين بعديها بربع ساعه فقال لنا ايه، طب ما نزق كمان، اضغط بقى ضغط عالي بالظبط كده. فانا عايز اقول ان احنا غيرنا الطريقه اهو. يعني طبعا طبعا كابتن خطيب كابتن الفرقه ومع المدربين الاكفاء اللي موجودين بره حسوا بثقه القياده اللي موجوده داخل الملعب. ده مهم حتى في تغيير طريقه اللعب. فالنهارده ممكن النهارده وليد سليمان ممكن ككابتن فرقه، وحاسس ان احنا ممكن نغير من طريقه اللعب، ممكن نتكلم مع موسيماني
ايه رايك ان احنا وحتى في الملعب نضغط يعني شويه بالظبط كده في الملعب ممكن هو يشوف موقف معين يكلم احنا نضغط من قدام شويه في ثغره معينه ممكن ما بتكونش مدروسه او ظهرت فجاه في الملعب ثغره مثلا باك يمين يا جماعه نشتغل ناحيه يعني بالظبط لكن هل بتعمل عشوائيه لكن بتعمل باتفاق طبعا كابتن الفرقه طبعا صح بيستاذن طبعا الجهاز الفني اللي موجود بره اللي هو القائد بتاعنا اللي بيدير الجزئيه ديت واحنا فعلا لما دخلنا بين الشوطين هما قالوا يعني الجهاز الفني قال يا جماعه اشتغلوا عليه احنا شفنا ان كنتوا خدتوا قرار ان كنتوا تزقوا من قدام احنا وطالبين زون لوقت معين لكن انتوا حسيتوا ما هو انت برضك كابتن الفرقه ده بيعتبر مدرب قاعد على الدكه ولاعب داخل الملعب مزبوط. فدي من ضمن الحاجات الثقافات اللي موجوده في لعبتنا يعني النهارده وليد سليمان وصل لمرحله النضج بهذا الشكل اللي يقدر يغير من طريقه اللعب كمان اذا كانت طريقه اللعب جماعيه او طريقه اللعب فرديه زي الجمله اللي انا اتكلمتها ده هو المخزون الخطط اللي قلنا عليه ان هو عنده مخزون من الخبرات المتراكمه سواء من النواحي الخططيه او من النواحي المهاريه في التعامل مع المواقف في المباراه ايا كانت موقفها فبتبقى باينه بس بحرص دايما بيعملوها بحرص طبيعي ودايما بتبدا بلعبه كل لعيبه مش هيفكروا نفس الفكر صحيح طيب انا عايز اسال حضرتك في الكلام اللي قلته في بدايه الفقره دي اي 90 دقيقه هي 90 دقيقة صعبة جدا على أي فريق طبعًا. النهاردة إيه اللي ممكن يقلق كابتن فتحي نصير من ماتش بكرة برغم من فوز الأهلي هناك 1-0 إن أنا أسجل الهدف الأول وأسجل الهدف تاني بحيث إن أنا لا قدر الله حكم أخطأ في جول عليا في تقرير حاجة في تقدير حاجة وخصوصا ما فيش فار إذن يبقى أنا بحمي نفسي من الناس اللي قدامي لان انا مش بلاعب اللعيبه بس انا بلاعب 11 وبلاعب توفيق حكم يعني هل الحكم ده موفق ولا مش موفق اوفسايد مش اوفسايد جول مش جول فاول مش فاول الحاجات دي عشان اطلع من الريسك ده ان انا اسجل هدف اسجل التاني خلاص مش هبقى خايف بقى لو حتى غلط انا سهل انك انا لكن طول ما النتيجه معلقه 1-0 رغم ان انا كسبان انا في موقف صعب يعني حضرتك رايك ان شاء الله النادي الاهلي بقدر الامكان في وقت قليل جدا يحسم الامور بشكل لابد كويس لابد ان يكون الضغط العالي من الشوط الاول من بدايه المباراه والملعب كويس دلوقتي واحنا صحيح. فرقه بتلعب كوره الفرقه صحيح. بتلعب كوره عايزه ملعب كوره ملعب كويس التمرير الصح الباصه الصح يعني همرر الكوره هتروح هناك هتمرر الكوره ممكن ما تروحش او الاستلام هيضيق شويه في الاستلام استلام وتمرير المراوغه هتلاقي الكروس وانت قاطع هتعملها التاكلينج حتى هتلاقي نفسك انت بتعملها ايه كل الحاجات دي الى ان اضمن ان انا في هذا الشوط اسجل اعمل كفر للهدف اللي انا سجلته ان شاء الله كابتن بعد كده ممكن يبقى في راح عليا من خوف من المفاجآت كابتن ماهر هنروح يمكن لبعض الخطوط كده وخاصه الوجوه الجديده على النادي الاهلي والصفقات الجديده نبدا بخط الظهر بدر بنون صفقه مميزه جدا شايف اداؤه خلال الفتره اللي فاتت ازاي انه سيرد باك بمواصفات معينه هو يعني أدرى الناس بهذا ما شاء الله يعني هو مميزاته اولا طويل القامه بيجيد العاب الهواء بيشغل رجليه الاثنين هادي بيفكر بيحضر طول ما هو بيلعب بيحضر يعني لو الكره جت له هنا يقدر يلعبها هنا جت له هنا يلعبها هنا حس باي ريسك بيروح يرجعها للشناوي يعني عنده من الوعي ومن التصرف بشكل كبير جدا في تصرفاته في قراراته اللي بياخدها اذا كانت في الحاله الدفاعيه او في الحاله الهجوميه بيقدر يقطع بشكل كبير وبيقدر يسلم يعني عنده التمريرات اللي هي القصيره او المتوسطه بيبني من تحت حتى الطويله كويسة. كمان بصراحه يعني بيجدها يعني قليل قوي هاني لما تشوف سرد باك واخد بالك خصوصا في الحاجات اللي هي فيها بدايه الهجمه نوعيه احمد حجازي دي يا كابتن بالظبط يعني انا بيشبهني باحمد حجازي يعني لسه اتفرج على الاتحاد والشباب حاجه جميله بصراحه شبه يعني شويه بناء الهجمه من ورا لقدام يعني شكل الدفاع للاهلي اتغير بعد طبعًا. وجود بدر طبعا لان يعني احنا يمكن انا وهاني نحس كمان بالبلي ميكر طبعا يا صخره الدفاع طبعا بلي ميكر يعني احنا معروف عننا ان احنا مدافعين جامدين واقوياء واخد بالك لكن في حته بدايه الهجمه بتبقى محتاجه مهاره يعني كل زي هاني كان عنده المهاره دي زي ابراهيم يوسف كان عنده المهاره دي مصطفى يونس يعني السردباكات اللي تحسيش بيها ان هو مدافع
يعني وهو بيدافع تحس بيه ان هو مدافع قوي جدا، وبعدين لما يستحوذ ويقطع تحس كمان ان هو صانع العاب، مفتاح لعب، يقدر يزيد مع نص الملعب، يقدر يزيد مع المهاجمين الحاجات الثابته، اذا كان كورنر فاول بيقدر يطلع يجيد العاب الهواء، بيقدر يجيب جوال. ده مهم يا كابتن قوي كمان، وحضرتك توافقني ان دلوقتي النادي الاهلي عنده كوكبه من المدافعين الكفء على مستوى عالي جدا. لو بنتكلم على عوده مثلا محمود متولي، بنتكلم على عوده سعد سمير، بنتكلم على عوده رامي موجود، ياسر وياسر ابراهيم. فكل دول كمان على المستوى، سعد سمير وسعد سمير فكل ده كلهم نجوم كبار في المركز ده. وبالتالي عندك انا عايز اقول حته في جزئيه، استاذنك كابتن فتحي، استاذ كابتن فتحي، حته في الجزئيه دي، المكان ده هاني مع البطولات اللي انت بتلعبها محتاج العدد ده، لان ده اخطر مكان زي راس الحرب، اخطر مكانين محتاجين عدد، لان بيحصل فيه كميه ضغط وخبط ورزق، وبعدين كورونا واصابات وكروتا. فالنهارده العدد ده فعلا يطمنك على البطولات اللي جايه. طول ما الحته دي الحمد لله رب العالمين بنمنع حاجه توصل للشناوي، طول ما تاكد ان احنا البطولات جايه، المكاسب جايه، فالمكان ده العدد ده انا بحيي العدد اللي موجود بصراحه، كلهم لعيبه مميزين ومحترمين. بحيي طبعا لجنه التخطيط ان هي اختارت لنا بعض العناصر منهم المميزه اللي فعلا عملت لنا اضافه بشكل كبير، زي الحته الادمانيه راس الحربه بردك هنجيله اكيد، حته طبعا صعبه جدا جدا، لكن الحمد لله قدرنا يبقى عندنا عدد فيها. بس كابتن فتحي ليك مداخله. انا كنت هقول ان زي ما كابتن هاني بيقول، مجموعه اللعيبه اللي بره اللي زي بدر بنون، نفس الحكايه محمود متولي اللي هو بيبني من الخلف، ودي مطلوبه في طريقه اللعب بقى اللي بنقول عليها. بدر بنون هنضيف عليه طريقه استخلاص الكره، في المدافع بيستخلص الكره لما بالعنف بالقوه او بالذكاء وبالمهاره، هو من نوع الذكاء والمهاره كان بيتميز بيها، مش عشان هو قاعد قدامي. كابتن هاني نفس القصه، استخلاص الكره من الخصم. كابتن ماهر استخلاص الكره من الخصم، ازاي استخلصها، ازاي اخدها من الخصم بدون اي ازعاج، بدون ما تحس ان واحد دخل في واحد وضرب وعمل كده، تلاقيه واخد الكوره. ثم الخطوه الثانيه، ثم ايه؟ ان هو يبدا بها الهجمه، مش ان هو يستخلصها وخلاص. ما هو في مدافع بيقطع الكوره يقول المدافع ده كويس، لا، ازاي تقطع الكوره وازاي ابني بيها هجمه، ان انا يعني انا الكوره معايا ما افقدهاش. فان عنده القدره انه يروح ويمرر سواء التمرير القصير او التمرير طويل او التمرير عبر القارات، ان هي يقدر يلعب كره طويله. فعنده ثلاث انواع من التمرير، هو بيتميز بدي بان هو بيقدر ياخد الكره لانه بيتوقع صح، وعنده التوقع الصح، وعنده عينه كويسه على الكره، فبالتالي ما بيعملش فاولات كتير. ممكن ازود حاجه بعد اذنك؟ ازود هاني، احنا لو سالناه هتلاقيها كابتن بينام برضك قبلها بثلاث ايام بيحلم براس الحربه. هو ده التركيز. اللي قبل المباراه هي التركيز واحد، لكن انا كلنا بنكمل بعض. انه يعني ساعات فرقه بيبقى عندها ضغط عالي، في بعض السردباكات لما راس حربه بيضغط عليها بتحس بتوتر ويبدا يقلق شويه من الكوره، فهو كمان تحت الضغط بيطلع الكره كويس. يعني عنده حلول زي ما حضرتك قلت يا كابتن في جمله صغيره، انه محضر من بدري، يعني وهو حد رايح له لا محضر كويس، عارف بيسلم بشكل كويس، يعني بيقرا الملعب كويس. بيرجعنا زي زمان يعني، وانت بتلعب فانت كنت مركز على مين على شمالي، مين على يميني، مين قدامي. لو جات لي الكوره العبها لربيع، ولا العبها لمجدي عبد الغني، ولا العبها على الجنب، ولا يعني خدت بالك بتحضر من بدري بالظبط كده. فبتفضل طول ال 90 دقيقه وانت يعني راكب، يعني حاسس يعني مسيطر. بالظبط مسيطر، مركز مركز، مفيش اي ريسك بالزبط. واول ما احس بريسك بيروح حاططها في الاوت، حاططها في الكورنر، واخد بالك في الامان. فانت النهارده كل ما يبقى في امان في المكان ده، طول ما بيدي ثقه لحارس المرمى وبيدي ثقه لنص الملعب، بيدي ثقه للمهاجمين. وزي ما قلت لك في الاخر في الدقيقه 90 هنقدر نجيب، في الدقيقة 91 هنقدر نجيب لو النتيجة 0-0. طيب قبل ما نروح لراس الحرب، عايز اتكلم على احمد رمضان باكم. يمكن احنا شفناه في يعني في اكتر من مركز، شفناه في مركز الظهير الايسر، شفناه كان في قلب الدفاع وظهير ايمن، وشفناه كمان في قلب الدفاع مع المنتخب الاولمبي. النهارده بيعتمد عليه في مركز لاعب الوسط. شفته يعني، شايفه في اي واحده من دول؟ شايفه في اي مركز؟ هو سرد باك، ابن سرد باك. يعني مشكلتنا احنا السرد باكات الاطوال بتاعتنا دي، لما تروح في الباك رايت او الباك ليفت بنفقد حاجات كتيره جدا من
من واجباتنا، لان المكان ده بيبقى ليه متطلبات، عايز خفيه الحركه، عايز السرعه، عايز لما بتهاجمي كروسات عرضيه بتطلع اقدر اعمل دبل باص، فالحاجات دي بتبقى صعبه على السرد باك. لكن لما هو بيلعب سرد باك بنحس بقيمته، يخش شويه ممكن يادي في نص الملعب، هاف ديفندر، هاف ديفندر. لكن في الباك رايت يا كابتن فتحي يعني انا بحس انه بيأدي بس يعني بيأدي. انا معاك ان هو احد اللاعبين الجوكر، لان الجوكر بيلعب في اكتر من كذا مركز. ان المدرب بعد ما بيحط فرقته بيحط ال11 بيسال نفسه سؤال، كم لاعب في العشرة اي واحد فيهم بيلعب في اكتر من مركز؟ يعني هقول بيكهام بيلعب في اكتر من مركز، صحيح. اذا دي ميزه. اذا لو جه بيكهام مع لاعب تاني سين من اللعيبه، بفاضل ما بين بيكهام واللاعب التاني اللي هو سين ده، فهشوف مين فيهم بيلعب اكتر من مركز. طالما بيكهام بيلعب في اكتر من مركز يبقى هفضله عن اللاعب التاني. هتقولي ليه؟ طب يلعب، هو بيلعب في مركزه، يلعب في مركز المميز فيه كويس. لكن لا قدر الله في التشكيله، فرضنا يعني بعد التشكيله يعني. بعد التشكيله وبعد ما خلصت فرقتي ولعبت والعشره بيلعبوا، وحصل دلوقتي اصابه وانا كنت خلصت التغيير بتاعي، طيب، والاصابه دي في المدافعين، هاخده احطه جوه مثلا لو هو باك حتى ادخله سرد باك، يزن بيلعب في اكتر من حته، يبقى اذا انا اقدر اعمل تغييره داخليه احل بيها المشكله بتاعتي، او عنده القدره لعيب وسط ملعب بيقدر يلعب راس حربه زي محمد شريف بيلعب راس حربه، ممكن يلعب وسط على الاطراف، يبقى ممكن يلعب لي قدام، ممكن يلعب لي في وسط الملعب. كل ما كان اللاعب بيلعب في اكتر من مركز كل ما كانت ميزه للاعب وكل ما كانت ميزه للفرقه. صحيح. لو انا عندي الفرقه فيها 10 لعيبه وال10 لعيبه كل فيهم 2 3 بيلعبوا في اكتر من مركز، يبقى كان انا بلعب 14 15، بلعب في 14 15. هو ما فيش 14 بس انا ممكن اجيب واحد مكان واحد وهو هيقدر يلعب فين. يعني هو ده بيقدر يغطي. تمام. فدي ميزه بيكهام. المستويات بقى ان واحد في مركز بيدي 9 من 10 ومركز تاني بيدي 8 من 10 لكن بيدي، في فرق ما بيديش خالص وفرق بيدي، وفرق بيقدر يلعب وفرق ما بيلعبش خالص. فده من اللعيبه البروميسنج اللي هم المتميزين القادرين العطاء، لانه بيلعب جوكر في اكتر من. والنظريه حضرتك ديت نظريه تنطبق شويه على كمان اكرم توفيق اللي ادى بشكل اكتر من رائع في وسط الملعب، وكان بيأدي بدور معقول حتى في الباك اليمين، فده برضو من الانواع اللي ممكن تستغلها. عندك كهربا بيلعب راس حربة بيلعب طرف، لكن نيجي مركز كابتن ماهر راس الحربة. راس الحربة عندنا عدد لا بأس به طبعا بعد كمان ايليا ما دخل في الموضوع المهاجم القادم من الجونة، فعندك تشكيلة كبيرة جدا من المهاجمين المتعددي يعني متنوعين، فايه راي حضرتك في الجزئيه دي، ومين شايف اللي هيحط رجليه بشكل افضل في مركز راس الحربة؟ يا هنا ساعده المدرب اللي عنده اللي بصراحه يعني تشكيله واللعيبه والاشخاص والشخصيات الجميله اللي موجوده عليها لعبتنا تحير اي حد. فالنهارده انا يعني من مكان يعني في مروان، محمد شريف، بواليا، نتكلم على احمد ياسر ريان، ادي كده اربعه، وفي ناس بتلعب تو بوزيشن، صلاح محسن ممكن يلعبها، فعندك تقريبا اربع او خمس لعيبه ممكن يلعبوا في المركز ده. بس يعني بيختلفوا في حته، يعني صلاح محسن ما يخشش معاهم قوي يعني، لكن 9 ونص يعني يعني، لكن انت ممكن تبدا اللي يعني اللي هم البرومسنج واليا دلوقتي يعني يعتبر في الحته دي، ومعاه يعني محمد شريف ومروان. يعني ايه رايك كابتن؟ انا مع كابتن فتحي يعني بواليا، يعني تحس انه يعني خامه فيها مواصفات راس الحربه من ناحيه القوه، من ناحيه السرعه، من ناحيه المهاره، بجيد العاب الهواء، مهاجم رزق، مهاجم قوي قوي، واحنا نحس بيه يعني. انا راجل بتفرج عليه حاسس بيه ان هو تعبني يعني، انه واخد بالك عمال يكوع لي وعمال ينط معايا في الهواء. فمواصفات الفرويد موجود عند اولادنا بردك، لكن هو يمكن يعني مميز شوي عنهم. لكن طبعا ما بيقلش هذا الكلام على مروان، محمد شريف في الماتشين اللي فاتوا كمان حاجه جميله زي ما كابتن فتحي قال، جوكر يعني، يقدر يلعب 9 يقدر يلعب 10 يقدر يلعب على اطراف، بردك هداف يعني، عنده حس الجول، تحركاته كمان هاني في خلق المساحه،
بشكل جميل يعني خفيف الحركه، توقعاته بيقف المكان اللي كمان اللي بيتوقع فيه الكره تيجي فيه. ودي برضه خد بالك محتاجه راس حرب عنده خبرات عشان اقف في المكان اللي الكره هتيجي فيه. لازم اكون العب مثلا بقالي 10 سنين في المكان ده حفظته. لكن هو ما شاء الله عشان ذكي صراحة محسن بيحاول بصراحه على قد ما بيقدر يعني هارد لك. الماتش اللي فات فيه فرصتين كان يفرقوا معاه جدا، كان يقدر يجيبهم جوال، واحده اللي شاتها بالجنب كده برجله الشمال، والثانيه اللي نط وسط المدافعين ولعبها بدماغه. بس بيوصل وبيروح بيوصل. ده مهم. احمد ياسر ريان برضك من ضمن الحاجات الفراوده المبشره. هو هيبقى في صراع، وده صراع ده مطلوب لينا احنا كلنا، ان كل الناس دي تحاول تثبت نفسها لمستر موسيماني ان انا احق وان انا رقم واحد وان انا وهيدي روتيشن يا كابتن. البطولات كتيره فهتلاقي الروتيشن موجود يعني بالزبط. ممكن يعني في المباريات وفي المباراه الواحده يعني ممكن بنفس المباراه يقدر يعمل الروتيشن لو عاوز يغيره وعاوز يبدل فيه عاوز الحاجات دي كلها. وبعدين احنا عندنا الكورونا بتخلص على طبعا انا كابتن المؤتمر المؤتمر سام كمان هو اتسال قال ممكن العب براسين حرب لان انا عندي لعيبه في المكان ده في المكان ده اكتر من اربع خمس لعيبه خلاص فممكن اغير الطريقه اللي انت كلمت عليها سام. ممكن اغير الطريقه العب 4-4-2 ممكن وارد قوي في ماتشات. كابتن فتحي بمناسبه كورونا النهارده عرفنا قيمه زياده القايمه ل 40 لاعب افريقي. طبعا يعني النهارده بنعرفنا قوي يعني اهميه البند ده. لا ما هو انهم بيزادوا الناس بتدرس الحاجه وعارفين هم بيعملوا ايه لان مش متخيلين النسب. احنا النسب اللي بتحصل لنا دي يعني لو لاي فرقه الفرقه دي ما بتلعبش كوره لكن الحمد لله الحمد لله يعني انها يعني مجموعه اللعيبه بتاعتنا ما يجيش حد تاني يصاب وكفايه اللي اصيبوا تاني دولت يعني يعني في ناس في بيراميدز كذا واحد اصيب برضو بكورونا وانا سمعت ان فتحي كمان جات له تاني احمد فتحي ما هو وارد انه اللي اتصاب بيها المره الاولانيه اتصاب بيها المره الثانيه مش محصن ابدا يعني بنقولها للناس يعني عشان تبقى الناس عارفه يعني الحكايه مش موضوع ان انا جات لي مره وخلاص وبعدين بقى حصل لك مناعه لا خلاص يعني نحطهم. وبعدين عايز برضو يعني مهم جدا ان احنا نقولها يعني احنا لو فرضنا احنا 18 نادي نضرب في المنظومه مثلا نقول 50 واحد ما بين لاعب واداري ومدرب في كل نادي يعني المجموعه 900. اما يطلع من 900 يا كابتن هاني سام بص تلاقي يعني نقدر نقول 30% ولا اي حاجه يعني ما يطلع دلوقتي 30 واحد من 900 يعني ما هو يعني هنقول كده يعني في الحدود دولت اللي هم موجودين اذا نسبه كبيره ايوه ويعني احنا يبقى المجتمع كله كده ده احنا بخص الرياضيين طبيعي يعني طبعا الفتره دي فتره صعبه ودايما بنقولها هنا كمان وسام بتاكد الكلام ده في البيت الكبير ان الاجراءات الاحترازيه مهمه جدا جدا لحياتنا العامه ما احنا بنقولها. واستمرار الحياه بشكل ان شاء الله افضل يعني فالنسبه احنا ممكن ناخدها من الوسط الكروي عاليه بدليل مجموعه اللعيبه والاداريين والمدربين يعني مقاولين اثنين المدرب والمساعد المدرب يعني عماد النحاس مش ممكن وخمسه لعيبه دي سبعه فرقه واحده اضربي في 18 العدد ده كله او المجموعه دي كلها يبقى بتمثلنا نسبه من المجتمع ما احنا جزء من المجتمع اذا ال 900 دولت لما بيطلع منهم 40 واحد مصاب نسبه عاليه النسبه مش قليله أكيد يعني ان شاء الله يعني احنا دايما الاجراءات الاحترازيه ودايما بنقول يا رب يسترها ودايما الاجراءات دي ان شاء الله باذن الله. بص هاني هو البيت يعني انا بقول لاولادي واخواتي وزمايلي اللعيبه بالذات هو امن مكان ليك البيت طبيعي بصراحه يعني احنا طول عمرنا يعني انا كنت اخلص التمرين واروح على البيت واخد بالك وانام بدري يعني ازاي انت انا مشكلتي ان انا عشان كان رئيس قطاع للناشئين في نادي الانتاج الحربي فبسلم على 500 واحد كل يوم صحيح. واخطر حته ممكن تصيب بالكورونا ايدينا ناخد بالنا موضوع السلامات ده
يعني خلاص لازم نلغيه، لان احنا الايدين عندنا حركات لا اراديه. صحيح. كل شويه نمسح في ايدينا، بتنقل العدوى. بتنقل العدوى ومهما غسلت يعني. ايدك بقى كل خمس دقايق ولا 10 دقايق انت بتنسى. عم تخرج تلاقي فرقه ثانيه داخله لك بتسلم عليك، فانت صعب انك انت تقول للناس الحمد لله على السلامه يا كابتن. حلوه النصائح دي، كنا عايزينها في اخر الحلقه. الايدين الايدين مهمه جدا، الايدين مفيش سلامه حضرتك. قلتها ناخد بالنا لو سمحتوا. الايدين ان احنا عندنا حركات لا اراديه في حياتنا، كل شويه ادعك في عينيا، كل شويه مش عارف اعمل في ايه، كل شويه امسك وشي، حاجه لا اراديه. فانت اوريدي بالكمامه مغطي الجزء ده، لكن هم دول اخطر من الجزء الفوقاني. انت بتسلم على الناس، بتسلم من الناس، بتتكلم الناس يعني. فعلى قد ما نقدر ناخد بالنا موضوع السلامات ده مفيش. وبعدين لما نروح بقى البيت نغسل ايدينا كويس ووشينا او نستحمى، واخد بالك، وتقعد في البيت ان شاء الله باذن الله. باذن الله هو الحامي ربنا سبحانه وتعالى يعني. ان شاء الله باذن الله السلامه للجميع. هتكلم في الجزء اللي بعد الفاصل ان شاء الله على مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري، شايفين بطوله الدوري ازاي، ومشوار النادي الاهلي ان شاء الله بعد البطوله الافريقيه بعد السنديب. عندنا مباراه مهمه مع سيراميكا يوم الجمعه ان شاء الله، نناقش مع حضراتكم دوت بس بعد الفاصل. رجعنا مع حضراتكم بعد الفاصل، ونرحب تاني بنجومنا الكبار كابتن فتحي مسير، كابتن ماهر همام، بنرحب بكم مره تانية. وكنا قبل الفاصل طبعا خلصنا المشوار الافريقي، وان شاء الله ربنا يوفق فرقتنا بكره. لكن يوم الجمعه بعديها بثلاث ايام على طول عندنا مشوار الدوري، مشوار الدوري مع فريق اعتقد فريق جيد على المستوى الفني السيراميكا. شايفين عامه، ابدا بالكابتن فتحي، تقييمك للدوري المصري خلال الخمس اسابيع اللي فاتوا ازاي، وان شاء الله مباراه الاهلي وسيراميكا؟ هو الدوري يعني السنه دي ما تقدرش يعني كل الفرق مع بعضها ما تقدرش تتوقع نتيجه مباراه. صحيح. نتيجه الفرق كلها قريبه من بعض. يعني لا زالت الفرق قريبه من بعض، خصوصا اللي احلى اكتر الثلاث فرق اللي هم جايين من الدرجه الاولى اتعدوا صح، او يعني ادعموا صح، يعني سواء البنك الاهلي او السيراميكا كليوباترا او المحل. لو تلاقي الفرق دي كلها ما خسرتش كتير، مش زي الفرق اللي قبل كده كانت بتخسر وتطلع وتبقى متوقع من اولها. صحيح. احنا هنلعب سيراميكا احد الفرق اللي الصاعده من فرق الدرجه الاولى. فرق سيراميكا فيها حماس عالي جدا دايما كل ماتشاتها، يعني النغمه العضليه عندهم عاليه جدا، والحماس عالي جدا، والشحن عالي جدا، وخصوصا بقى انك هتلعب النادي الاهلي. طبعا دي نقطه، مع حته النادي الاهلي دي لها قصه ثانيه، لكن هي في ماتشاتها العاديه الريتم عندهم عالي، سرعه المباراه عاليه، المباراه بتاعتها ما فيهاش بطء، فيها سرعه. السرعه دي يبقى نتيجه حماس وشحن، الشحن بيؤدي الى ان اللاعب يبقى جوه في الملعب مشحون، المشحون بيجري، اللي بيجري بيتحرك، فهتلاقي وعلى مستوى البدني كويسين كمان. طبعا يعني بعدين هو دعم بمجموعه لعيبه ذو خبرات. صح. يعني مجموعه لعيبه خبراتهم، حتى فيهم لعيبه كتير لعبوا منتخب في رغم انها طالعه من الدرجه الاولى، لكن لعيبه كتير دعموا بشكل كويس. مدعمه تدعيم كويس. اذا وبعدين لعبوا الثلاث ماتشات او الاربع ماتشات، فدي مديالهم ثقه ان هم فرقه بتناطح الفرق اللي قدامهم وتقدر تلعب معاها وتقدر تعمل يعني ايه اللي هم عاوزينه. فرق اخر مباراه مع لما لعبت بيراميدز وخسرت واحد بضربه حظ، يعني ضربه ثابته اترفعت تك جول خرصت يعني من خطا، لكن كشغل في الملعب نلاقي الفرقتين زي بعض. يعني بيراميدز وهم انا بدي مندي امثله. اذا الفرقه دي فرقه مش سهله، فرقه قويه وفرقه تعمل لها حساب. واي فرقه في الدوري 17 فرقه تانيين لابد ان احنا اذا كنا عاوزين الدوري ان شاء الله يبقى لابد ان نستمر، ان احنا ما فيش غير الفوز ولا بديل له. وحماس اللعيبه اللي هو ما موجودين كانوا في الدرجه الاولى، يعني كانوا في الدوري ممتاز واتدعموا بيهم، بيدوا حماس انهم يلعبوا ضد النادي الاهلي عشان عاوزين يعرضوا نفسهم اكتر. طبعا. ان هم يستحقوا اكتر، ان هم ممكن يتنقلوا اكتر، وبالتالي هتلاقي المباراه دي مباراه ما هي سهله، مباراه تحتاج يعني اولا تركيز عالي جدا، ما ننزلش زي يوم ما نزلنا مع دجله. دجله بعد الاتحاد احنا كنا نازلين التركيز مش عالي، في تركيز بس مش عالي، في سنه او هبابه ثقه زايده شويه.
ان احنا يعني هبابة يعني ها تحس الفرقه بتلعب معلش ما هنجيب يعني هنكسب لا دي لا مظبوط وقت يسرقك ضيع يتكتلوا قدامك ما تخشش خلاص ينتهي الماتش صحيح عايزها من الاول يا حضرات نلعب ونلعب من الاول والنادي الاهلي بمجموعه اللعيبه اللي عنده ومدربه بجهاز الفني بادارته قادرين على انهم يعيدوا نغمه الانتصارات ويستمروا في اداء كابتن ماهر عايز افتح مع حضرتك ملف التحكيم والمشكلات اللي بدات حواليه من بدايه الدوري والخوف كل الخوف ان هي تكون نفس مشكلات الموسم اللي فات او الموسم اللي فاتت كلمني عن المشكلات دلوقتي اللي بتحوم حوالين التحكيم والقلق او اللغط ده هو السنه دي بالذات بوجود الفار ساعده بشكل كبير يعني الاخطاء قلت قوي عن السنين اللي فاتت بوجود الفار ساعد التحكيم بشكل كبير جدا في الحاجات الصعبه اللي جوه اللي احنا بنشوف اللمسات اللي ملعوبه في كورنر ولا فاول مغبوط في واحد وبعدين لمسه ايد واحد مش شافهاش الحكم النهارده الفار بيقدر يحسم الحاجات دي لصالح الحكام بشكل كبير حتى كمان بقى في عداله تحكيميه بالنسبه حتى للفرق التسللات دلوقتي بدات تقنيه التسللات والخط بيساعد الحكم بشكل كبير بس هو العيب بس في التحكيم البطء في القرار ان احنا بنقعد وقت هل هي اوفسايد هل هي جول هل هي ضربه جزاء هي لمسه ايد بنقعد وقت هاني كتير قوي بيضيع من حلاوه احراز الهدف انت عارف برضك نشوه احراز الهدف لما بيجي هدف يعني انا اول مره اجيب جول مثلا في السكه حديد في كاس مصر لقيت نفسي طاير وعمال اتنطط يعني شعور غريب واخد بالك يا كابتن فتحي؟ فالنهارده هي بس الحته دي انك انت ما بتحسش بقيمه الهدف اللي انت بتجيبه اهداف بتحصل حاجات اهداف جميله وبعدين نفضل واقفين مثلا دقيقتين ثلاثه لحد ما هو يقرر الفار هل هي جول ولا هي مش جول بتخلي يعني متعه تقل بالظبط متعه التهديف ومتعه الاثاره يا كابتن فتحي بتقل بشكل كبير يعني الحكم اللي في الفار بالاضافه الى ضعف بعض الحكام مستواهم في كور كتير ما بتتظلم فرق احنا شفناها ايوه كابتن يعني بس دوت بنرجعنا يمكن في ناقشت النقطه ديت انه الحكام طبعا لازم يشتغلوا شويه على نفسهم دي نمره واحد نمره اتنين ان كمان لازم يكون عندهم الادوات المساعده انك تنقل لك صوره واضحه وصريحه من خلال كاميرات كتيره جدا في بوزيشن معينه انك لما تبص على الخطا بتحدده بشكل واضح دي نقطه نمره ثلاثة كمان مستوى حكام الفار اللي جوه أو ده اللي بنروح عليه ما هو المستوى كابتن ممكن يغرقوا الدنيا يعني في الاسبوع ده بدون ذكر الاسبوع ده بدون ذكر اسماء فرق في فرق اتظلمت في ضربات جزاء كانت لهم واضحة صريحة ولازم الفار يديله هنقول حكم الساحة ما خدش ما حدش اداله هو ما شافهاش المفروض حكم الفار يتدخل ده دور الفار فعلا ما تدخلش يبقى ايه قلة خبرة ان هو ما عندوش الخبرة الكافية وبعدين لما بيطول في يعني في ان هو في اتخاذ القرار او يجيب كده لان برضو الكاميرات زي ما الكابتن هاني بيقول زائد خبرته هو كمان خبرته هو ما عندوش الخبرة الكافية انه اللي حكم الفار تقصد الكابتن اللي جوه الفار يقول له لا ده شارب دي ضربه جزاء او مش ضربه جزاء لا وبيطول فيها لانه بيعيدها ويزيدها لان برضه ما عندوش خبره خبرته قليله ودي كمان يعني بالنسبه للحكم بيعتمد يا كابتن فتحي على الفار في اوقات كتير جدا يقول لك ايه طب ما اشوف الفار لكن ماشي. هو لو خبرته وهو قريب من الكوره وهو حاسمها هو هيديها مش هيرجع للفار ما حتى لو رجع ما بس اللعيبه خد بالك بقى اللعيبه ساعات يعني سام بتدخل الحكام في الفار كل شويه تروح تقول له البروتوكول غلط الفار لا شوف لنا الفار في حاجات مش في كل ده على طول يا كابتن كل لعبه لا مش في كل والله يعني ده يستاهل عليه انذار يا كابتن بالظبط كده يعني البروتوكول ده مكتوب كده اي ما فيش لعيب يروح للحكم يقول له فار او اداري او مدرب او اداري بالظبط لان دي ثقافه كمان لازم نتعلمها ونكتسبها لا مش كل شويه دي بالنسبه للعيبه بس احنا لازالت عندنا ضعف مستوى حكام الفار بيؤثر على القرار عشان كده اللجنه الثلاثيه عايزه تلغي تقنيه الفار لا مش هتقدر ما خلاص ما انا فاهمه او كانت عايزه تعمل لا هي يعني النواحي ماديه لاسباب ماديه طبعا لان عندهم عاوزين متاخرات طبعا يقول لك طالبينها دولت مليون 4 مليون لا يعني يدفعوا دلوقتي بعد كده
مليون يورو صعبه هيجيب له منين؟ فمش هيدفع. يمكن عشان كده قال لك ان انا هلغيها وبصي اخليها اجيب حاجه من الانديه على اساس الانديه تدفع. فطبعا لا وانتهت يعني إن صعب على الانديه برضه. لا لا الناس بتتحمل التكاليف دي. هي كان في مشكله شويه في العقود بتاعه الشركات المتعاقده معاها. بس هو طبعا مش هتلغي، صعب جدا تتلغي تقنيه الايجار. لكن هو الملف راح كمان لعمليه التقييم اللي حضراتكم بتتكلموا عليها، ان رغم وجود الفار كان في شويه اخطاء كتيره جدا بتعتمد على جزئيتين زي ما قلت على نتائج مباراه. محتاجين فلوس عشان نجيب اجهزه عشان يبقى الفار زي اوروبا. انت عندك 15 او 20 كاميرا في بوزيشن معين هو يتحدد لك، وبالتالي اللي هيغلط هيبقى هو ده خطا الحكم نفسه في التطبيق يعني مش اكتر يعني. فنتمنى ان شاء الله الجزئيه دي تتحل، لان التحكيم برضو عام يعني الاسبوعين الاخرين في اهتزاز يعني مش ما يعني حتى برضو مش هقول الحكام مع النادي الاهلي، برضو كان في اخطاء لماتش النادي الاهلي في ماتش دجله كان في اخطاء طبعا. كل الحاجات دي كلها لابد انها تتصلح. ما اعرفش هو اتحاد الكوره برضو التغييرات الكتير فيه أثرت على الأندية وأثرت على الدوري وأثرت على كل حاجة، وإلغاء لوائح وتعديل لوائح وبند لوائح وكل الحاجات دي كلها، حاسس الدنيا فيها زيطة، مش مفيش تركيز وبدأ الموسم وكده. لكن بندعو لهم بالتوفيق يعني إن شاء الله كلهم، ونعرفش الكورة هتودينا لفين. لا والله يعني انت الكورونا قصدك؟ لا طبعا الكورونا اللي هتودينا فين؟ اللجنة الخماسية اتأخرت قوي في تنفيذ قرارات الفيفا كابتن. يعني اللجنة الخماسية قامت بأدوار يعني كلها أدوار رائعة بشكل جيد جدا، لكن الحاجة الميشن اللي كانت جاية لها اللي إقامة انتخابات اتأخرت فيها بشكل كبير، واضطر الفيفا إنه طبعا يلغي اللجنة الخماسية ويجيب لجنة ثلاثية. أعتقد اللجنة الثلاثية دي من الاولويات بتاعتها مش مناقشه الكوره بشكل عام، لكن هو الانتخابات قبل يوم 31 يناير وتسير الامور ماشيه ما تخشش فيها بالظبط. يعني الامور اللي ماشيه تمشي وما لا تخش في لوائح ولا تخش. انا مش جاي اصلح الكون، انا جاي اعمل انتخابات، ماليش دخل بالباقي ده، سيب الامور دي تمشي للي جاي هنتخب. صعب يا كابتن صعب، بس بالشكل ده مش هتخب. احنا تورثنا حته الاداره مع الاسف لحد دلوقتي يا كابتن، لجنه خماسيه لجنه ثلاثيه، لكن التدخلات هي التدخلات والاخفاقات هي الاخفاقات. فاحنا كابتن فتحي يعني بنعاني بشكل كبير جدا بقالنا فتره في الحته الاداريه بالنسبه لاتحاد الكوره، بالنسبه لمستوى حتى الانديه، رؤساء الانديه، اللوائح، الحاجات دي عايزه يعني عايزه بقى ايه يعني نخش على مستوى احترافي شويه بقى، نجيب ناس متخصصه بقى للجزئيه دي. ده اللي نتمناه يا كابتن ناس ما عندها خبرات كمان، خبراء اجانب يعني تقصد يا كابتن كده واخد بالك. حتى لو نستعين بالخبرات الاجانب المشكله مع الخبرات اللي موجوده عندنا النهارده. احنا معانا واحد زي كابتن فتحي السير من ضمن الخبرات اللي يعني ما شاء الله عندنا قامات كبيره يعني جدا طبعا ومحليه طبعا. محتاجين برضك في الجزئيه بتاعه التنظيم الاداري ده اللي موجود في اتحاد الكوره ان احنا نستعين بالناس دي. الناس دي اللي بقالها يعني باع كبير جدا في الجزئيه دي، محتاجين ان احنا نجيب الناس ديت ونشوف ايه اللي ممكن نقدر نوصل له، ايه اللي ممكن نقدر نطوره، ايه اللي ممكن. كابتن فتحي عنده افكار، الشيخ طه موجود ربنا يديله الصحه عنده افكار، كابتن عمرو ابو المجد موجود عنده افكار. يعني الحاجات دي محتاجين عشان نقدر نقوم بال، لان انت هنا انت محترف وغير محترف، لكن هي كابتن عماله تلف. هم اللي بتوع قبل كده موجودين الدائرة. هم اللي جايين وهم اللي رايحين. يعني احنا عندنا كمان اللي هنا ما فيش احتراف حقيقي داخل الدوله غير اللاعبين. يعني ما تقدرش تقول لمحترف، المحترف الحقيقي هو اللاعب في منظومه كره القدم. ممكن اللاعب والمدرب شويه طبعاً. شويه رغم المدرب مش 100% برضه، لان المدرب بيقول له مع السلامه. انت شفت الاسماعيلي في 4 اسابيع في اسبوعين مغير كم مدرب. لا يعني لا زالت منظومه الاحتراف الحقيقي لا تطبق في جمهوريه مصر العربيه، بس اللي بيتطبق فيها اللاعب وهو اللي بياخد فلوس. غير كده ما عندكش حد تاني، ما عندكش حد تاني في الاحتراف. ما هو الامل يا كابتن فتحي في يعني اللجنه او رابطه الانديه المحترفه الطبيعي جدا والمفروض انها تكون موجودة في من 31 يناير أو من أول فبراير. لازم يكون عندنا رابطة أندية محترفة.
هي اللي بتدير بقى الكره المصريه بالشكل اللي حضرتك بتتكلم عليه. قبل الدوري يا كابتن كان قبل الدوري يبدا. ما فيش انتخابات كانت مصر كان صعب. لا هي لا الرابطه مش مستنيه انتخابات مش شرط. الرابطه مش من الانديه مش مجلس الاداره مش كده. الرابطه عباره عن الانديه ال 18 بيرشحوا واحد من كل نادي ما يكونش عضو مجلس اداره ما يكونش له علاقه بكره القدم ما بيشتغلش في النادي بس ينتمي للنادي. اذا عندك 18 ال 18 من بينهم هينتخبوا السبعه بتوع مجلس اداره بما فيهم الرئيس الرئيس والسته التانيين ويجي واحد مندوب من الاتحاد بس كانت الرابطه هي اللي تعمل المسابقات والرابطه هي اللي تعمل النظام اللوائح الرابطه هي اللجان الفضائي والحاجات دي كلها تعمله واتحاد الكوره ليه امور اخرى كل ده الرابطه ما في انت ما عندكش هنا احتراف ما فيش احتراف الاحتراف وهمي الاحتراف في الفلوس اللي بتاخدها اللعيبه فقط عايز حد يقول لا احنا محترفين محترفين على الورق لكن مش محترفين فعلي ولا يدير الاحتراف غير محترف الهاوي لا يدير محترف يعني انا هاوي يعني جاي كده من غير اي حاجه ما ادرش واحد بياخد ملايين اتعامل معاه ازاي او هو كمان هيتعامل معاه ازاي فلابد المنظومه كلها تبقى احتراف احتراف يبقى ده محترف يبقى ده محترف يبقى ده محترف المنظومه اللاعب المدرب الحكم هل الحكم محترف؟ ما اعتقدش على المستوى الاحتراف اللي احنا عارفينه ان الحكم يعني ده في حكام في ناس بتشتغل ولسه عندها بزنس في ناس يبقى محترف يعني لا يعمل غير كرة القدم لاعب لا يعمل غير كرة القدم في لعيبة عندهم وظائف البرايفت بيزنس ده مش يعني كان طيب الله مش احتراف المدرب لازم يكون محترف في مدربين وبدون ذكر اسماء لهم وظائف وبيشتغلوا وبيروحوا وبيدربوا ولهم علاقه بالشغل وفي الدوله انت مدرب لا تعمل غير في كره القدم مالكش وظيفه حتى لو بتروح يوم يعني لو يوم في الشهر وده غلط طبعا ان انت ضد كل ده فين الاحتراف فالعمليه يا كابتن هاني الاحتراف ما فيش عندنا احتراف حقيقي داخل جمهوريه مصر العربيه غير في اللعب بالملايين اللي احنا ماشيين واحنا لازم نطاح يعني الفرق بتتنافس هنعمل ايه لازم نعمل زيهم هي قصه كلها في عمليه احراق الموضوع صعبه لكن جداً. الفكره كابتن ان احنا قادرين لان احنا عارفين الطريق ما هي المشكله لما يكون واحد عنده مشكله مش عارف يحل لكن احنا عارفين بس مش عارفين ما هي دي المشكله الثانيه لكن انا يعني دايما عندي سن التفاؤل ان شاء الله في انتخابات جايه هتجيب مجلس اداره ورابطه محترفين ونبدا نحط الشكل اللي كابتن اتكلم عليه ان اداره كره القدم في ايد هذه الرابطه وان اتحاد الكره ما له الا المنتخبات فقط منتخبات وكاس مصر وكاس مصر طبعا يعني ومسابقه كاس مصر والناشئين منتخبات الشباب والناشئين والقطاع الناشئين في الناشئين في الانديه والحاجات دي تشفى اما رابطه انديه المحترفين بس المحترفين والبث الفضائي والفلوس والامكانيات والحاجات دي كلها ان يعملوا في نادي في استراليا سحبت رخصته واتلغى ان هو يشارك لان عنده ديون هو الدوري ممتاز ما سددش عنده ديون مش عارف يخلصها ادوا له فرصه ما قدرش يخلصها ادوا له فرصه ما قدرش يخلصها قالوا له اخر السنه اللي هو يعني اخر 2020 فسنه الكورونا دي فادوها له برضه ما عملش فراحوا ساحبين الرخصه وما يشاركش وده دوري ممتاز ينزل بقى يروح يبدا من درجه رابعه صحيح فاذا الاحتراف الحقيقي احنا ما عندناش في كل حاجه المنظومه مشكله انا بس بطلع جزئيه لان النادي الاهلي بشكل مختلف شويه حتى على مستوى الاداره على مستوى الاحتراف اللي هو النادي الوحيد اللي عنده رخصه داخل مصر النادي الوحيد اللي عنده رخصه هو حقيقيه يعني. هو لا الرخصه الحقيقيه النادي الاهلي الرخص الثانيه على الورق مش عايز اقول اسماء انديه لكن بقول النادي الاهلي لان انا في النادي الاهلي وشايف ايه اللوائح وشايف الرخص وشايف انه مكتمل كل حاجه يعني حاجته كل حاجه هي ناقص بس هتكتمل ان شاء الله بامر الله استاذ شركه
شركة كرة القدم. أما الاستاد أنت استاد الأهلي والسلام ده اللي واخدينه خلاص، ده المقر بتاعك الاستاد، وعندك مقر اللي هو التيتش اللي هو النادي اللي هو الملعب بتاعك، اللاعبين عندك محترفين، المدرب محترف، اللاعب محترف، الإدارة محترفة اللي هي بتدير هي شركة كرة القدم. إلا الشركة هي تكتمل، بس الشركة خلاص بقى زي فرقة من فرق أوروبا، الشركة دي هتكتمل خلاص. هات لي بقى في نادي في مصر في بيصير على نفس النهج. لا 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 مفيش الكلام ده، إن هو نادي يبقى معروف إن هو ده والعقد بتاعه والكلام ده كله. كلمة أخيرة عن مباراة بكرة إن شاء الله، وتأثير على فكرة موسيماني، يعني احنا المرة اللي فاتت ما كانش موسيماني على الخط طبعا بسبب إصابته بالفيروس، النهاردة تواجده وتأثيره في مباراة العودة كابتن ماهر أخيرا. هو مع الفيروس كمان كان بيتابع بشكل أكيد كبير. أكيد طبعا مع كيفن يعني طبعا صراحة. وعايزين نحيي طبعا سامي قمصان والراجل المدرب العام كيفن صراحة، إن هم أدوا كمان المهمة بشكل كبير جدا من الناحية الفنية ومن الناحية الإدارية، معهم طبعا السيد أبو حفيظ الراجل عنده خبرات بشكل كبير جدا من مدير الكورة. يعني حسينا فعلا موسيماني موجود، يعني كتيم ورك موجود بشكل كبير على التنظيم الإداري والفني، ونتيجة المباراة الإيجابية بكره طبعا ان شاء الله باذن الله بنكمل 90 دقيقه او بنكمل الشوط الثاني من المباراه الاولى، زي ما اتكلمنا الكابتن فتحي ان هي مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نجيب بول في الاول على اساس ان احنا نبدا نحبط الفرقه بطل النيجر، وفي نفس الوقت يبقى عندنا فرصه ان احنا نجيب هدف واثنين وثلاثه واربعه، وزي ما قال هاني ده مؤشر بقى للفرقه اللي جايه بعد كده افريقيا او محليا، ان فعلا النادي الاهلي بقى لما بيحصل استنفار فعلا اي فرقه هتبدا تغامر على النادي الاهلي هيبقى عقابها صعب جدا. فالفرق لما بتشوف بالشكل كده فبتبدا يعني تعمل حسابها وبتامن بشكل كبير، لان النادي الاهلي لما تفتح عليه مساحات النادي الاهلي عنده من الامكانيات انه يقدر يجيب جول ويقدر يجيب اثنين ويقدر يجيب ثلاثه ويقدر يجيب اربعه. فبكره ان شاء الله انطلاقه جيده لاي مجموعه يختارها مستر موسيماني، كلهم هيأدوا اللي هيطلب منهم بشكل جيد. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي بكره باذن الله بالفوز والنقله بقى للدور 16 ان شاء الله. ان شاء الله كابتن فتحي بالتوفيق ان شاء الله. وزي ما اتفقنا ان كره القدم ما تعرفش غير اخر صفاره الحكم، صفاره الحكم هي تقول لك المباراه ايه. احنا عندنا مباراه ثم بعد كده هيبقى في مباراه تانية برضو ذهاب وعوده ونخش على المجموعات، فاذا هذه المباراه يعني اذا ناقصنا مباراتين، المباراه دي والمباراه ان شاء الله باذن الله المباراه القادمه. المباراه دي لابد قمه التركيز، اعداد نفسي هو موسيماني عدهم كويس قوي، بس انا عايز من اللعيبه قمه التركيز، ما عندهمش حته ان الفريق ده ضعيف او الفريق ده واحد، الا ويكون فرقه دجله قدامنا وحطيناها قدام عينينا، لما اتدلعنا شفت وصلنا لايه، لما عدم تركيزنا العالي وصلنا لايه. ما تحسش ان نفسك الطويل هتنتهي المباراه، ما تنتهيش، لكن احنا من الاول لابد استغلال الفرص اللي هي في بدايه المباراه، حتى الفرقه دي يعني ان شاء الله باذن الله نتيجتها هنجيب عليها فرص كتير ان شاء الله، هنلاقي لها فرص وربنا هيسهل ان شاء الله باذن الله، وبكره ونخش بقى على سيراميكا ونعد الماتش ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله بالتوفيق، كل التوفيق لفريق النادي الاهلي باذن الله. ونشكركم طبعا. لا طبعا احنا بنشكركم يعني منورنا دايما وبنسعد برؤيتكم دايما يا كابتن وضافه وكابتن ماهر طبعا. نور يا كابتن فتحي، نورتونا. على السلامه يا كابتن فتحي، الحمد لله على السلامه، كل سنه وانتم طيبين، نورتونا وشرفتونا في البيت الكبير، وان شاء الله دايما يعني بيتك دايما كبير يا ربنا يخليك، بيتنا كلنا. ميرسي يا كابتن والله، شكرا جزيلا ليكوا انتوا. لا منورين والله كابتن ماهر، نشكرك شكرا جزيلا، ربنا يخليك، شكرا جزيلا. ميرسي، بكره ان شاء الله حلقه جديده باذن الله في البيت الكبير. صباح الخير.